كذلك حضور شعار بن زهرة، هذه ثمينة سعيد بن خليفة بن زهرة الخيل، ولكن يا سلام يا ذروة، ذروة حاضرة، ذروة ذروة جواهين، ذروة جواهين، الدرع مسيطر، جواهين بن مرخان، لكن ذروة ذروة ترباح، ذروة ترباح، ذروة سلالة أصيلة، ذروة سلالة أصيلة، بن هيان يحاول مع نوادر، مع نوادر، لكن الإمام صامدة، الإمام صامدة، عندك يا الدرعي جواهين، جواهين تسللت للصعب، للصعب، لكن بن هيان، بن هيان، بن هيان الصعب، بن زهرة، بن زهرة، بن هيان اللحظات الأخيرة، يا سلام يا الله، جواهين صاحب المضمرين، مرغم مرغم العين، مرغم مرغم مرغم، تهانينا للصعب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني لبن محمد وسلطان بن مرخان يتواجد الصعب، المركز الثاني عون حمد بن هيام بن سالم العامري، تحرك بن حلوه مع مبعده، مبعده سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوه، الله خطير للغايه بن حلوه، ولكن هنا حدث، محمد وسلطان بن مرخان يتقدم مع حدث على الصداره على المركز الاول، وصلت مبعده، وصلت مبعده بن حلوه، بن حلوه ايضا سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوه الاكتبي بدا يغير، بدا يغير، عادت حدث مرة أخرى لمحمد وسلطان بن مرخان، الصعب 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 يقدم هذا الأداء، يقدم هذا الإنتاج الفاخر، تهانينا والناموس، كانت جواهين في أول الأشواط وهذه هي حدث في ثاني الأشواط على التوالي، تهانينا للصعب محمد وسلطان بن مرخان، تهانينا لسعيد بن سلطان. بن سهيل بن خيره الاعفاري يتقدم على المركز الاول، لكن ناصي، ناصي الراشدي اهالي مغافه، اهالي مدينه العين، وبشاوي قادم من ميدان الشعب، من ميدان اللبسه، من القادم المحيط، علي بن سهيل يبوني ظهري، طياره اليبوني قادمه، اللحظات الاخيره، ناصي، ناصي تسلل، الراشدي، الراشدي على المركز الاول، الى مغافه السلام، الى مغافه السلام، شوط المحليات الاصايل، لكن بشاوي، بشاوي فليل معلى، فليل معلى تحتفل في هذه اللحظات بناموس المحليات الاصايل، تهانينا والناموس لمالك المسك عيسى بن خلفان بشاوي الافضلي. باللحظات الاخيره عرب 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 هو المسيطر على ناموس هذا الشوط، سالم بن محمد بن حريق، لكن عباب حركوا، حركوا اليه، حركوا اليه وتحرك ما شاء الله، ها هو امامكم عباب لمنصور بن سعيد بن منانه، يخطف ناموس هذا الشوط ما شاء الله، لحوقه طيب، اداءه ممتاز، مشاركته يعني بلا شك قويه في هذا اللقاء، تهانينا يا بن منانة، تهانينا لمنصور بن سعيد بن منانة، شكل ولون وعون واداء ممتاز، هذا يعني بعير مؤسسات ما شاء الله عليه، شوف شكله ممتاز للغايه وانتاج بن منانة الخاصه، تهانينا يا بن منانة، تهانينا وسلام يا زعبيل سلام. المركز الثاني يا بن حريق قادم، سالم بن محمد بن حريق المنهالي لحظات، ووصول كذلك، وصول كذلك من الصايلة علي بن سهيل يبهوني الظاهري، ولكن المركز الأول، المركز الأول مشاهدي العزاء، الحسنة العنود، عنود الحسنة، محمد بن بطيل حسنة المري يتقدم بهذه اللحظات، يتقدم راعي العنود، يتقدم اليبهوني، اليبهوني غادم، وبن حاذة على المركز الثالث، ثلاثية، ثلاثية، العنود ولا الصايلة، العنود ولا الصايلة ولا سيل، ولكن الزعبي خلاص مع 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 العنود، محمد بن بطي الزعبي يتقدم بالمركز الأول ويأتي بالعنود وتنتزع ناموسي هذا الشوط، المركز الثاني تأتي بالصايلة لعلي بن سيل يبهوني الظاهري، المركز
لكن طرابلس، طرابلس على الصدارة، طرابلس على المركز الأول، يتقدم بن زهرة، يقدم لنا طرابلس، هناك أحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي والمركز الثاني، هذه مثيرة لمحمد الحماد سالم الكتبي ودانا في المركز الثالث، يتقدم أيضا محمد عتيق بن زيتون المهيري، وصل التعزيز سعيد بن منانة بن غدير، يقدم لنا نوعية فريدة، نوعية جميلة، الله 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 الله، يا طرابلس، طرابلس على المركز الأول، وبن منانة، بن منانة يبحث عن النقطة الثانية، الله يا سلام، ولكن طرابلس على الصدارة، أحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي، وبن منانة أيضا يقدم تعزيز، سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ يا سلام، هنا الدخول الجميل، المركز الثالث أيضا مثير. ايضا مع هملول القادم بكل قوه يتسلل عين على الصداره، ولكن شهلول، شهلول ارصد لي، ارصد لي، ارصد لي، هملول القادم بكل قوه، التحديات في اللحظات الاخيره، شهلول، هملول، هملول، هملول يتسلل، يتسلل، ولكن شهلول صامد، هملول واللحظات الاخيره، اهالي الوقن، اهالي الوقن ينطلقون بالتحديات، هملول مسلم بن محمد بن صقوع العامري، سلام سلام مصانع الجنوب بهذا الاداء المتميز، تهانينا لمسلم بن محمد بن صقوع العامري، ولحظات وصوله الى خط النهايه، المركز الثاني العابر حميد بن عبد الله بن فارس الدرعي. ولكن العاصوف، 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 من غير على الصدارة؟ غير على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، العاصوف من ينطلق بالمقدمة بالمركز الأول والصدارة كما عودنا دائما وأبدا بإنجازاته، عودنا بتحدياته، عودنا بسلاماته لأهالي الهير، ها هو تشاهدون العاصوف على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تهانينا لأبو حمد، هنا عبد الله بن الطير بن سهيل العامري على هذا الفوز المميز الجميل للعاصوف، ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس كعوائده، المركز الثاني أتانا مشاهدينا الكرام هنا. هذا الانطلاق وهناك السفينة، السفينة تأتي من المركز من الجانب الآخر، ووصل بن زيتون المجازف، وصلوا الجماعة في الأمتار الأخيرة، هذه ترنيم، ترنيم تأتي ناصر بن معتوق بن ثنيه العامري، بن ثنيه العامري، ولكن الأمتار الأخيرة صاحت العصا، جولة الأوامر، جولة الأوامر لمن ناموسي هذا الشوط، أول الأشواط المفتوحة، أول الأشواط المفتوحة، الشوط المفتوح في صباح هذا اليوم، بن ثنية، بن ثنية، ولكن من المسافري، المسافري راعي الوسمية، المسافري راعي الوسمية، المسافري من البداية، محمد بن خليفة بن مايد المسافري، تهانينا رفع راية التهديد، رفع راية التهديد، بن سالمين أيضا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، عسيلة محمد بن سالمين العامري، ولكن اللي وصلت هوايل، 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 سيف بن سهير بن خيرة العفاري يقدم هوايل، شعار مانع بن حماد الشامسي أيضا من الجانب الآخر، المعركة، 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 ما شاء الله تبارك الله، ارصد للقادمة، ارصد للقادمة، التحديات أيضا، التحديات، عناوين محمد بن ناصر بن مشيط المري، يفاجئ، يفاجئ الجميع بتحديات، بتحديات، عناوين، عنوان الفوز والانتصار واللحظات الأخيرة. السعود الذهبي، الله، وصل مشاغب، مشاغب لمحمد بن سالم بن حبروت الكتبي، بن حبروت، بن حبروت، الله.
الله الله على الشوط، الله على الهير، الله الله على الهير، الله على هذا التقدم الجميل يا بن حبروت في اخر الامتار 500 منشوله، منشوله الاخيره، روح اللي بيروح، الله الله الله، هذا هو بن حبروت، سلام سلام للهير، سلام وسلام لابن حبروت، سلام، هذا التقدم الجميل محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي، الف تحيه بهذا الانجاز الكبير ونقطه ثمينه في تحفه الميادين في هذا المهرجان الكبير. المركز الثاني كساح لسالم بن راشد بن قدير الاكتبي عملول. هنا الذيب اسعد بن مكتوم بن سالم بن حميد اللوهيبي على المركز الرابع، ولكن حطام حطام على الصداره، حطام على المقدمه وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور، هو على الصداره حطام، منصور بن سعيد بن منانه هنا على الصداره على المركز الاول وصدوره هذا الشوط، الله الله، يسيطر على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثاني ياتينا سكر العبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي اللي يكتفي، الله الله، اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره هنا لمن الفوز، لمن الناموس، اللحظات الاخيره هنا، سكر من غير، سكر من غير، وعاد حطوب، عاد حطوب، سكر وحطوب، سكر وحطوب، الله، هنا نشرق الاثنين نتابع. الى اندفاع محمد بن سلطان بن مرخان يقدم منصورة والعميمي على المقدمة، العميمي وبن مرخان الامتار الاخيرة، جولة الاوامر، جولة الاوامر مع المركز الاول، وهذه العزرة ومنصورة، منصورة والعزرة، العزرة ومنصورة في التنافس الاخير، منصورة يا منصورة، منصورة اللي تسجل الهاتريك مع ابو سلطان، مع الصعب، مع هذا الصباح للمركز المرة الثالثة على التوالي، سلام يا مرغم، سلام سلام يا مرغم، تهانينا محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان على هذا الفوز وعلى هذا الأداء اللي تقدمه منصورة في هذا الشوط، لحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني هذه العزرة، في المركز الثاني سيف بن حمد الخليفة العميمي. انطلق بمفتاح مطر بن راشد بن علي بمفتاح الشامسي، انطلق الشامسي مع انطلاق وحضور اسطورة، اسطورة بطلة وعنوان لهذا الشوط، سلام 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 على هذا الاداء الكبير والاداء المميز، اسطورة اذا هي بطلة وعنوان لهذا الشوط، مطر بن راشد بن علي بمفتاح الشامسي قدم لنا هذه البطلة لتقدم هذه العروض، تدك أرضية هذا الميدان تك بحضور الكبار، بحضور العمالقة، مشكور يا بن مفتاح، مشكور على هذا الفوز الكبير والمستحق، تهانينا والنماس والف مبروك، بالفعل أسطورة صاحبة هذا الشوط. المركز راعي الشرطة بدأ يهرب، راعي الشرطة بدأ يتقدم مع شاهين، شاهين والبلوي، البلوي القادم، راعي صغان صالح بن بنية، صالح بن بنية بن صالح الهرف البلوي القادم في هذه اللحظات، يبغي صالح جماهيره، يبغي يرضي جماهيره، سلام سلام سلامي عليك يا ابو ريان، سلامي عليك يا راعي، يا راعي صغان، شوط المحليات الاصايل الى ابو ريان، الى صالح بن بنية بن صالح البلوي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل شاهين لسعيد بن علي بن بن رشيد. المركز عصاه راقدة وآمنة حتى هذه اللحظات، ها هو شاهين، شاهين المنطلق بالصدارة وبالمقدمة، مظفر بن محمد بن العذيلي العامري على صدارة
على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام عيناوي جميل هنا ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة الشوط. من يعلن الفوز ويعلن الناموس؟ تهانينا ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز وناموس، تهانينا ولحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الانطلاق المميز والجميل. بينما يأتينا الشيب محمد بن علي بقريع المري ثانيا، وعلى المركز الثالث النداوي عبد الله بن عمر بن بخيت المنصور. ينطلقون بهذا التحدي بهذا الانطلاق المتميز، اكيد قادمة مع المركز الثاني منصور بن سالم بن راشد بن حضير ملك دبي. يقدم اكيد جولة الاوامر النهائية. ما شاء الله تبارك الله، طارا الإذاع في هذا الشوط والتحديات والكوكبة الكوكبة ثنائية. الصراع مع الراشدية أكيد تحاول، ولكن الراشدية هي الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام للعوير، سلام تهانينا لحميد بن حراب بن حميدان على فوز الراشدية بالمركز الأول. المركز الثاني أكيد وابداع بن شريم وبن حلوة. هل الخوانيج يبدعون؟ هل الخوانيج يتقدمون يتسللون على الصدارة؟ ابداع المركز الاول، ابداع على الصدارة سعيد بن احمد بن حلوة، ولكن مصيون بن شريم والاهلاوي قادم. لكن بن حلوة اللحظات الاخيرة احلوت ايامك يا سعيد، احلوت ايامك مع ابداع والاستمتاع مع اهل الخوانيج مع اهل التخريج. ولكن مسيونه ابداع مسيونه. تهانينا والناموس لمالك مسيونه فيصل بن شريم المركز الثاني. ابداع البلد وشعبها المخلص وميره، مرحبا ترحيبة الغايب يلا من شاف داره.